اهلا يا استاذ، ازاي حضرتك؟ في بس ورق حضرتك ممكن تمديهولي؟ مش فاضل. شو بدك؟ فرجينا شو. تفضل. ده كان عقود الشركات اللي حضرتك مستلمها اول امبارح لسه. كنا بنقول ميرسي. بتحب عليا هو انت يعني كنت يوم بتحبني مش داري بيا ولا اي حاجة في قلبي ليك بتشدني بالك لو جيت في بالك انا كنت شغلت بالك وبالك لو جيت في بالك وانا كنت شغلت بالك بس انت حبيبي مالك بس انت حبيبي مالك وانا عمري ما جيت في بالك وبالك لو جيت في بالك تيرات 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 تيرات. اشتاق لك عينيا وبالك لو جيت في بالك وانا كنت شغلت بالك وبالك لو جيت في بالك وانا كنت شغلت بالك بس انت حبيبي مالك بس انت حبيبي مالك وانا عمري ما جيت في بالك وبالك لو جيت في بالك. أنا بفتكر إنه اليوم المرحلة اللي نحن فيها ما بقى لازم نقبل إنه الأصوات الكبيرة والحلوة واللي بتغني حلو مثل هايدي هي تسمح لحالها إنه يتعب صوتها. يعني اليوم أنا سامعة بصوت هايدي صوت هوا زايد على الصوت، سامعة شيء منه بيور منه نقي بالصوت بكذا مطرح، وسامعة إنه البوزيسيون تبع الصوت وضعية الصوت بالأفلات منا منيحة والأفلات شوي تعبانين ومقطشين، رغم إنه تامبر الصوت روعة والمغنى كتير حلو. انا صار لازم ينتبهوا على التكنيك لانه بيعرفوا شو لازم يعملوا ليحسنوا صوتهم، بيعرفوا شو لازم يعملوا لصوتهم يرن وشو لازم يعملوا ليحموه ليستعملوا النفس مزبوط ويحافظوا على البوزيشن. ما في شيء لازم ياثر على المغنى، يعني حتى مثل ما قلت قبل شوي وقلنا مشان ايهاب انه اليوم ما فينا نتاخذ بالمشهد وننسى الصوت، شو ما كنا عم نعمل بدنا نركز على التكنيك لانه هن بعدهم باول الطريق واليوم صوتهم بعده يونغ، بعده صوت فريش، يعني بعدهم صغار، يعني بعد لازم هلا يتعلموا ويكتسبوا كل هالاشياء ويستخدموها بالمغنى شو ما كان. يمكن بكره يعملوا مسرح غنائي ويضطروا ينطوا على المسرح، لازم يكونوا شاغلين نفسهم وصوتهم والتناسق بين النفس والصوت والجسم بطريقه مضبوطه تيحافظوا لو شو ما كان على وضعيه الصوت. وهيدي ما بقى لازم تقبل انه صوتها ينباح ولازم تشتغل عليه مضبوط. هايدي بهالجمعتين تبلشي تجيب البوزيسيون لقدام ما كنت تفهمها قبل، كل التلاميذ فهموها من أول شهر إلا هي أخذت وقتها. يعني في ناس بيفهموها بشهر في ناس بشهرين، هي طولت تفهم مزبوط شو هي البوزيسيون. هلأ في شغلة عجبتني فيها إنه البوزيسيون تبع صوت الصدر صار تبلش تجيبها لقدام، بس لما بكون في مشهد حد الصوت مثل ما قلت ليسلي تنسى بعدها أسوستاد، يعني بعدها بهالوضع إنه بس في شيء بيلهيها خلص ما بقى تركز على صوتها. هاي شغلة بتلعب ضدها لأنه هي صوتها كتير حلو وحضورها على المسرح على أحلى، بس
بدها تنتبه لأنه أصحابها تقدموا عنا بهالشغلة، صاروا عم بينسقوا مظبوط بين المشهد والصوت. هي بعد ما وصلت لها استاد أنا ما فينا ننكر قدي صوت حلو صوت هايدي، وهلأ حتى هاي أنا حسيت أنه صوت حلو عم بغني، يعني في تامبر حلو، في وجود للصوت، يعني هي عم تغني بيفرض حاله صوتها هايدي علينا، صوت قوي، صوت حلو، تامبر حلو، حلوة بتغني حلو. أنا حبيت الفكرة، معالجة بطريقة شوي هيك مبالغ فيها. بفتكر رافائيل بهيدا المشهد ما كان منيح، يعني هو اللي عمل الإضافات، هو اللي عمل المبالغة انه او اخذ الورقه عمل فيها او يعني تصرف بشكل هيك كليشيه. له بالعاده يكون احسن رافائيل من هون، هلا نحن مش عم نقيمه له، بس هي عملت منيح الدور، يعني الفكره كانت لذيذه انه هيدي اللي مش مبينه حالها ومضبط بحالها ما حدا منتبه لها، بس اجت حكت معه وصار هو بده اياها مطل هي بدها اياه. يعني كمان الفكره ولا حدا رح يطرح فكره مش مطروحه من قبل، يعني بس انه كانت لذيذه. انا شفتها هي، لان نحن عم نقيمها هي، انا شفتها هي متماسكه لأكتر مرة متماسكة بشوفها لهايدي، ما بها شيء، إحساسها حلو، حافظت، أصرت على الفكرة وكانت منيحة. أنا وما فينا ننسى طبعا الصوت الحلو اللي عندها هي، اللي هو كتير من يعني 75% من الحضور هالصوت هيدا اللي عندها هي، اللي الله عطيها إياه. يعني أنا بتكون تسمحوا لي أنه بغض النظر عن صوتها لهايدي يلي أوكي كتير حلو بتغني كتير حلو، بس ما كانت منيحة أبدا، ولا المشهد كان منيح. وأنا بالنسبة لإلي هي المسؤولة عن المشهد، يعني لما ببالي رافائيل لو مرني معه لو قيلت له شو يعمل بتصور ما بيجرؤ يعمل شيء أو ما بيروح. أي متى بتصير فيه مبالغة؟ لما بيصير فيه تكرار بالحركة، أو لما حدا ما بيعرف شو بده يعمل بيصير يعمل شو ما كان. واللي بيّن هلأ بالنسبة لإلي إنه هايدي أول شيء بلشت بمشهد إنه أستاذ إذا بدك تمضيلي، وإذ بوف هيك خبط لزق بلشت تغني له، ما فهمنا ليش، ما كان مبرر كيف بلشت تغني، عكس مشهد إيهاب مثلا لما بيقول له رافائيل يلا غني له غني له، إنه بنجهز بنحضر للأغنية مش بتجي خبط لزق، خاصة إنه هي بلشت بالكلام. لو بلشت بس كفيديو كليب بالأغنية بلشت تغني بفهم. الشغلة الثانية ما بسمح بقى تجي تبرم ظهرنا وتقعد تغني له ظهره مبروم، وقت انا اليوم من بعد 10 اسابيع بالاكاديمي اول شغلة اول ملاحظة بقول له نهاية بالصف انه ما تبرموا ظهركم، يعني انه كل شيء اشتغلته ظهره مبروم لنا، ونفس الشيء نفس الحركات عم تنعاد. الشغلة الوحيدة اللي عملتها انه راحت شلحت ورجعت، ولما رجعت رجعنا على نفس الحركات، هي تبرم له وجهه وهيديك تبرم له وجهه، هيديك تبرم له وجهه وهي تبرم له وجهه. يعني معالجة سيئة، يمكن فكرة منيحة بس المعالجة سيئة كتير. في 100 طريقة تقدر كانت تغري او تجرب تلفت له انتباهه فيها، يعني كان لو فكرت هايدي بتقدر، لانه بالصف بتشتغل احسن من ما هلأ اشتغلت كمشهد. أنا لإلي مش مسموح، يعني الصوت هالقد حلو وبنت هالقد عندها إحساس وهالقد حلو حضورها، لما بيكون عندنا إيفال وعم نفكر وعارفين هن بهالمرحلة الدقيقة إنه مفروض تفكر أكتر بفكرة الإيفال، مفروض عن جد تمرن الممثلين يلي معها، مفروض هي تدير المشهد أكتر وأكتر. دوماج، يعني مش انا ما لقيت ابدا المرورة بالإيفال كمشهد كفيديو كليب جيد. انا حسيت انه هايدي رجعت تلملم حالها، يعني هي بمطرح اذا بدكم حسيناها كتير بعدت عن المستوى اللي شفناها في اول مرة، بس عم بحسها عم ترجع تلملم حالها، عم ترجع تحسن امورها، تزبط عم تنبش على البوزيسيون باركي، عم بتنبش على صوتها، عم بتحاول تجمع بين اللي تعلمته وبين اللي هي بتعرفه، والفطره الجمال عن جد بصوتها اللي هو شيء من الله. وحسيت انه بلشت تقدر تجمع مثلا انه تمثل وتغني،
قدي وصلت المساج، قدي عرفت مسألت، بس عم بتحاول البنت ترجع تقدم شيء مهضوم ومميز والوقت نفسه تفرجينا صوتها. أنا يعني بدي يكون شوي إيجابية معها، لأنه كانت هي بوضع معين عم تحاول ترجع تستلم السكة الصحيحة، عقبال ما نشوف فعلا 100% تكون رجعت مزبوط هايدي اللي نحن معلقين هالقد أمال عليها. ودايما الشاطر أو الذكي عادة بالمدرسة وبعدين بس واحد يكون كتير قوي بصيروا يعلقوا عليه أمال ويحطوا عليه أمال، نحن فعلا بدنا نرجع نشوف هايدي ونبني عليها كل الأحلام اللي أول ما شفناها بالأكاديمي حلمناها فيها، أنه ترجع هي فعلا بصورة كتير حلوة، صوتا وصورة وتمثيلا وكل شيء، تتكون متكاملة بأدائها.